جزاكم الله خيراً. أسئلة هذه السائلة تقول: هل تجب المقاطعة لمن يرفض النصيحة بخصوص الصلاة أو التوحيد، وخاصة إذا كانوا أقرباء مني جداً وأحتاج إلى مساعدتهم والتحدث معهم في كثير من الأمور، وجهون في ذلك؟ الذي يترك الصلاة أو يخل بالعقيدة، يعني يرتكب أمرا مكفرا أو شركا بالله عز وجل يخرجه من الدين، هذا تجب دعوته إلى الله ومناصحته، فإن امتثل الحمد لله، وإن لم يمتثل فإنه يجب بغضه وعداوته. قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لكن لا مانع أنه يكلمهم للحاجة، محتاجة إلى تكليمهم، لا بأس بذلك، لا كلام محبة وإنما كلام حاجة بقدر الحاجة. نعم.